السلام عليكم. الشارع بين أكادير و بنزكان صراحة ولا الشارع في حلة جديدة وأصبح شارع واسع، يعني بين أطار ديال العمل، وهذا هو المفروض في مدينة كبيرة كأكادير. يعني منذ مدة وأنا كنسكن في أكادير ما شفتش بحال هاد الإصلاح صراحة. إلا كتشوف الشارع كيواسع يعني ولا كيسمح بمرور واحد العدد كبير من السيارات، وكما كتعرفوا هاد الطريق رئيسية اللي كتسلكها واحد العدد ديال الناس اللي كيتنقلوا بين أكادير وبنزكان، بحكم أن أكادير كتستقطب ديال العاملة ديال الميناء والمصانع. نفس الشيء بالنسبة لبنزكان اللي كتستقطب واحد العدد كبير ديال الناس بحكم أنها مدينة تجارية. كتشوفوا بأن الشارع أصبح واسع، وتقريبا راه من ينزكن حتى الدخلة ديال أكادير ديال الباطوار. تبارك الله ما شاء الله، لو أن الشوارع ديال أكادير كلها بهذا الشكل يكون أفضل، ولكن للأسف الشوارع الجانبية الشوارع اللي كتواجد في الضواحي ديال المدينة، يعني اللازقة الأخرى ديال السكنية، وهذا تطرق للمستوى ديال مدينة كبيرة ومعروفة ومشهورة كأكادير. يعني بعض المرات كتحشم أنك تدوز من شي شوارع كلها محفرة كلها، يعني كتدوز من شيخ الأنفس. رغم المحاولات حنا كنشوفو بزاف كيكونو الإصلاحات في الشوارع الكبرى، ولكن كيكون واحد الإهمال كبير للأزقة الصغرى اللي كتكون في الأحياء السكنية الأحياء الشعبية. فقط الاهتمام بعض المرات بالواجهة، والناس كينساو الأهم اللي هو الأحياء السكنية اللي كيسكنوا الناس بطبيعة الحال، وهما اللي كيعانيو من هذوك كثرة الفقر والطرق غير معبدة اللي كتكون في بعض المناطق.